بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما لبذ وذبا عن عكرمة بن عمار حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة سنة حقاس وسلسة صدعي وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأقوع قال قدمنا الحديبية حديبية أيان نميت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 أنه كن يافر بغلا وعليها 50 مركا عيلكا وحاجوغا كنت ريوضو لا ترويها وعيلكا سبيو كنت ريوض كفلا ملح بيسأد بيري مركا. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله على جبل الركية عالك قركيسة ينبغ فريسته عليه الصلاة والسلام فإما دعا وإما بصق فيها تلقرن ما يه أما ودعي أما نبغ خطفه عليه الصلاة والسلام قال وحر الفجاشت عالك بيه سكر ما يصاب مرين جاشت معنى ذا بيه بعالك سكر مرين فسقينا حوله نيبان كورابسنا واستقينا نقول بيان كعبني. قال وحر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة نقول ددك وحر أقول يا رئينا لم بايع وذن قيد في هوستيسا. قال فبايعت أول الناس وأن لم بايع وذي قيبتي هرددك لم بايع تبان كجري ثم بايع ددك قالوا لم بايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة سلمه إلى مبايعه. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا كعلي. قال وراني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا نبو عارك نسع بولي يعني ليس معه سلاح هب أن وذنين. قال وحر فأعطاني رسول الله رسولك روحيسي عليه الصلاة والسلام حجفة أو درقة قاشان بويسي وورميه فلا ريوح الوغوصة توريس كعلي. ثم بايع النبي ولم بايع ذاتك حتى إذا كان في آخر الناس ذاتك ما يشود أن بيسمركو قاري. قال وحر ألا تبايعني يا سلمة سلمة مبايع ما يلقشت. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسط الناس. قال وأيضا كعلي. قال فبايعت ثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درغتك التي أعطيتك قاشان كي أمكسيي آوي. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر أذرك عامر بايلك الميو عزلا سوق عم مرا فأعطيت إياها أنا وكلمان نهين كاشان كأسيدي أينسيي. قال وعرف ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وقصله. قال وحري إنك كالذي قال الأول أذيق وحالا متهاي سيدا ننكي هراء أويري ومحوير ننكي هراء. اللهم أبغني حبيبا ربي وإسيه مد أن جعلها هو أحب إلي من نفسي ونفتي إذا بأنك جعلها ربي وإسيه مركوح الله كل أنتينين أن نفتها ذاك جعشها قاشان كي أد ورمها إيه فلا رأي سيفا إستقدر إلهات أياد حد سيدي أذيركا مركا أذيركا نفتها ذاك جعشها. ثم إن المشركين مشركين تي راسلونا أنك مشركين تي وحانا دحمر حرير راسلونا معنى ذا وحي بالله إني فريما ناس ودرا أنك نفريما ندرنا راسلونا وحي فريما ناس ودرنا سلحة هشيس حتى مشى بعضنا في بعض مركي إليه شيئا وأسلح قلنا واصطلحنا وهشيني. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله أيان حابها خادم أسقي فرسه فرس كيس أيان ورابيري وأحسه فرسك أيان
dhabarkiisa u xog jiray oo boorka iyo wasaqda iyo ayaan uga qaadi jiray, yacni u boor qaadi jiray, waakhdumuhu waa u khidmay jiray, waakulu min acaami, cuntadana waa la cuni jiray, wataraktu ahlii, reerkaygii, wa maalii, xoolayga, muhaajiran ila allah wa rasuulihi sala allahu calayh wasalam, waan ka soo qaxay oo diinkaygii baan la soo cararay. qaaluu wuxuu yihi falama astalaxnaa, markaan heshiinay annaga iyo mushrikiintii, naxnu iyo ahlu maka, wakhtalata bacdunaa bibacdin, qaarkeen qaarka kale uu dhex galay. ataytu shajaratan, geed baan tego, fakasaxtu shawkahaa, waxaan iska xaaray buu yidhi qodaxdeedii, geedkii qodaxdiisi baan iska xaaray. fadajactu fii asliha, geedka salkiisii baan iska seexday. qaala faataanii arbacatu min almushrikiina min ahli maka, afar nin oo reer maka oo mushrikiin ayaa ii yimid. fajacaluu, waxay bilaabeen, yaqacuuna fii rasuuli illah, rasuulka ilah inay wax ka sheegaan, calayhi salaatu wasalaam. faabqadtuhum, waan u xanaaqa waa u caraaday. fataxawaltu ilaa shajaratin ukhraa, geedkiibuu ka tego, geed kalaan aaday. ila intaasu awood hadda lama layn karo oo heshiisaa jira inaan la istaaban, marka gacantiisa wax ugama qaban karo, afkiina wax ugama qaban karo, imagooni mushrikiin ah oo diin ilaahay midna aan rabin, muxuu samayn karaa marka inuu qalbiga ka naco? wacallaquu silaaxahu, mubkoodii waxay waxay surteen, ayay geedka surteen, saafihii waxay wateen bay geedka ka soo laalaadsadeen. wadajacuu, waa iska seecdeen. fabaynahum, kadaalika iyadoo sidaasa, id naadaa munaadi min asfali lwaadi, toga meeshiisa hoose, nin baa ka dhawaaqo, yaa lalmuhaajiriin, waryaa muhaajiriina, saasuu yidhi. qutila bnu zunaym, ninkii ibnu zunaym la dhihi jiray, anas ibnu zunaym ninkii la dhihi jiray, waa la dilay, mushrikiin baa dishay. macnaheeda marka waa maxay? heshiiskii waa buray waayo. qaala, wuxuu yihi, fakhtaradtu sayfii, sayftaydii baan galka kala baxo, uma shadadtu calaa ulaa'ika alarbaca, afartii nin baan weeraray, wahum ruquudun, ayagoo hurdaa, warbuuma haaya. faakhadtu silaaxahu, mubkoodii baan soo qaato, fajacaltuhu diqtan fii yadii, hubkoodii waxaan ka dhigay mid ku urursan gacanteeda. diqtigu macnaheedu waxay tahay dhowr ulood, marka qofku gacanta uu iskula qabto baa diqti la yidhaahdaa, marka gacantii ayaan iskula ururiyey buu yidhi. qaala uma qultu, waladii karama wajha muxamedin laa yarfacu axadu minkum ra'sahu, nin idinka mida madax hadduu kor usoo qaado, ilaa darabtu aladii fiihi caynaah, labadii indhood meesha ay ku yaallaan ayaan ka goyna, macnaa madaxaan ka goynaa ka wadaa, ninkii madax kor usoo qaada surkan ka goynaa. qaala uma jiitu bihim, waan keenay, asuuquhum, anoo kaxayna sidii xoolihii, ilaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama. qaala wuxuu yihi, wajaa camii caamir, adeerkay caamir baa wuxuu keenay, birajul, nin min alcabalaati, oo nimanka cabalaadka la yidhaha, qurayshay ka tirsanaayeen alcabalaat buu keenay. yuqaalu lahu mikrazun baa la dhihi jiray, yaquuduhu, asoo kaxaynaa, ilaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama, calaa farasin, faras buu ku kaxaynaa, mujafafin, faraskaas oo la gaashaamay, fii sabciina min almushrikiina, mushrikiin toddobaatan nin oo ka mid ah ayuu ku dhex jiraa. mujafafku macnaheedu waxay tahay dadku markii dagaalada caynkaas ay gelayaan, koofi bireed iyo jaakad bireed waxbay qaataan soo maaha, faraska laftigiisu waa gaadiidkaad ku dagaalamaysay oo waa muhiim, marka waxaa laga yaabaa qofka iyo faraska in farasku muhiimsan yahay in lagaa dilo, marka waran baa lagu dhufan karaa, seef baa lagu dhufan karaa, falaar baa lagu dhufan karaa, marka isaga laftigiisa waa la gaashaamaa, oo jaakada birta adugu aa xiranta mid lamid ah loo xiraa. marka waxaa la yidhahdaa farasun mujafaf, macnaha waa faras gaashaaman. fii sabciina min almushrikiin, fanadara ilayhim rasuulullah, rasuulku ilaah uu eegay calayhi salaatu wasalaam, faqaal, wuxuu yihi, dacuuhum, iska daaya, yakun lahum badlu lfujuuri, heshiiska baxa bilowgiisa ayagu ha yeesheen, wathinaahu, iyo labayntiisaba ayagu ha yeesheen. heshiiska hadda soo kama aysan bixinaa, mar labaadna ka bixeen, iska daayuu yidhi, hala fasaxo. facafaa canhum, wuu iska cafiyay rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalama, waanzala allahu, ilaahi wuxuu soo dejiyay, wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibadni makata min bacdi an adfarakum calayhim alaaya kullaha. qaala uma kharajnaa, waan baxnay, raajiciina, annagoo u laabanay, ila almadiinati, magaalada madiina nu laabanay,
فنزلنا منزلا ميل باندغنا بيننا وبين بني لحيان جبل وحانو دحيا بور وهم المشركون ما ننتاسنا مشركين بيهايا. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة. نبي عليه الصلاة والسلام دم بداف إنه إلهي أويديه أيو أبلن قاضي قفك بورتا سعاب فوشة وإلى لسدد المسلمين تا يعني هو يري إلهي بان أويدينا إنه دم بيجي سودا قفك ماشى سعاب نجا إلى عليا كأنه طليعة إسقوا إلى الله للنبي نبي إلى الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال سلام وحر فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا أبين كسلبو أما سد أحمر أيام بورت أنت فولا كسودي دبعا ما اللي سبدلها يقولوا مري فولا شيء. ثم قدمنا المدينة مقالة المدينة يا سؤال لي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى بذاره قاديت كيسي ومع الرباح إنك رواحها أولي بي وغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه أنا قلنا والله السعودي وخرجت معه وحانا كراعي بفرس طلحة فرس كي طلحة بن عبيد الله سيان أصوى داجيو ونديه سيان أصوى داجيو مركو ونديه معنى ذو حيث هاي حوغات داقسين كو كحينا مركو صدق هدن عيل كو كسو علينا بيهو سينا هدن وكحينا هدن وكسو علينا مع الظهري قاديت كاس يعني قولا داقسين ولا هذه. فلما أصبحنا مركو واغن وبري إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار يا وحو صوير ري على ظهر رسول الله رسولك لا يقاديت كيس عليه الصلاة والسلام يأورتيسي فاستاقه أجمع قبل قد بواق حسي وقتل راعيه ننكي لسعدي نود لي. قال فقلت يا رباح قد هذا الفرس فرس كان قبع فأبلغه يقارسي طلحة ابن عبيد الله يقارسي وأخبر رسول الله رسولك لا وحوشك عليه الصلاة والسلام أن المشركين قد أغاروا على سرحه إن يحوله سي أفوفي أي صوررين. قال ثم قمت على أكمة بوريا أي أندشي ضفولي فاستقبلت المدينة مقالة المدينة حق إذا نجستو فناديت ثلاثا يا صباحا أن يروا وري أن يروا وقيل دمي. ثم خرجت وأنبع في آثار القوم رقي كحيست حوله رات كودي أنو دبت عين أرميهم وحن كجنا بوري بالنبل كمون أيام كطورة ويري وارتجز وأقول وحن لي أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فألحق رجلا منهم من أيك من ذو سيع رضا وأن كدب تغيو فأسوق سهما ليب أيام كدسي في رحله رحله سي كو يعني هيريديسي حتى خلص إلى وجود بي سهمي جمون كعارديسي إلى كتفي جرب كيسة وسي عرر أي مركب حاجة دم بقي من أورو صارنا أور كحاجة دم بمركب شيء وحولة حاجة لغز أنت عصد أو فراس تبورت أو كلا يولي هاي شيء يجيبه أنتو مركب جمون كل رفتي وقصو بحي أيوة لابد كرمين تقول حيدو كدلي نخسي عرر أي وقال كه حتى خلص النهل سامي إلى كتفي. قال قلت وحي خذها إقف عن رير وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال عرف والله ما زلت ما ننجو جن نرميهم وأعقر بهم فرده ذن إنا بقون قوينا فرس كان وحوري ليب بان قرفا سوى الوين أمركا ونين عقيه سمالا. فإذا رجع إلي فارس نفرض على أطويس ولا أبتتيت شجرة جيد بان انتان رات سدان تقاه فجلست في أسل جيد كسلك عن كقلع ثم رميته مركزا قطورا فلاري كمون وحانيستو فعقرت به مركزا فرس في قوتي يعني كبغنكو يا هير لنعبان قطورا حتى إذا تضايق الجبل بورتي مركي عرير النغطي طبعا ودو بورا لحدود هي مرايين مركي عرير النغطي فدخلوا في تضايق ماشي عرير اي قالين علوت الجبل انتان هرير مرايين بورت دوش كفولي يجري فجعلت وحام باللابي ورديهم بالحجارين انا لحام كسو الضاديو يغنى نوك يجوغان مركي ماشي صار يوم مدافع لساري هاي.
قال فما زلت كذلك ما أنا جوجنين أتبعه من أن دبت أغنائي حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكستو إلهي وأبوري ونبي قاديد كيسيها مجره إلا خلفت وراء ظهري حقي قدن بان مريي يجري وقربت معنا وقربت وخلوا وأي سكا ندايين بيني أنيقي وبينه يقاديد في فريسة كان قادين ما كان نفتو ذي لبحثنا يا ثم اتبعتهم عندنا واد وقال يبو يروح رعب ديستي أرميهم حتى ألقوا أكثر إلى إسكتورين وحكبضا من 30 بردة صدن قو و30 رمحا صدن ورن يستخفون أيقو إسفضو دينا وإسكتورين نفتو ذي لبحثنا يا من امتحانها دوري ولا يضرحون شيئا شيء متورا إلا جعلت عليه وحان سارا آراما على مضى ومن الحجارة الأرحان وحي توران بردور رجحان انتان كور تورو من قصي دقاقه يعرفها وقرنا يا رسول الله رسول الله وقرنا عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى أتوا إلى أيتين متضايقا من ثنية بالعريرة والضوء بورد حدوده فإذا هم قد أتاهم أصحابه يمت فلان ابن بدر الفزاري ننك سو يمت فجلسوا وفريسا يتضحون يعني يتغدون سؤالوا قراعنا وبرقذي رشين كالعنا وجلسوا على رأس قرن بور قركيت لنعيد جيسكيت مال دشيد يا فريسة يوري أنا بورت جيس كذا دش هذا أيام فريستي قال الفزاري ما هذا الذي أرى وروح أسنك أسماش كم مغضم حواها أو سيد شين برك بورت دش هذا صار قالوا لقينا من هذا البرح غير أنك نب أنك لا فلان والله ما فارقنا منذ غلس مقدقي صباحات غلس ومقدقي صباحات صلاة الصبح رجسوا بالله إلا هذا نجمهرين يرمينا في الأرض ندعى حتى انتزع إلى أولهري كل شيء وحكستا وفي أيدين آن هيسن وقعمين كجري قال وحر فليقم ننكي وحر فليقم إليه نفر منكم أربعة أفر ننها ويستاكتو أفر ننبا كفل لنا ننكا نسكر ريوة قال وحر فسعد إلي منهم أربعة في الجبل أفر ننبا بورت يصفو شيء يعني إذا مركو حيث هاي بورت بلو غيدي ويصفو لين قالوا عرف لما أمكنوني من الكلام مركي أي يسو رجل ينين أن لهذا الله يعني مال عن هذا الكي كلا جاري كره مركي ماذين قال قلت وحيري هل تعرفوني وارتمي قرانيسان قالوا لا ومن أنتكم أتاي قال وحيري قلت وحيري أنا سلام ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وجهه ربي كرامي أيام قد نارتي لا أطلب رجلا منكم نريدين كم إذا ما عيرسده إلا أدركته وأن كدبتكه ولا يطلبني رجل منكم نريدين كم إذا ما سوى عيرسده فيدركني يقدبي ماذا ما دعيسه يعني كان عيرسدان إذا بحسن ما إنك سوى عيرسدان يسوى قاري ما يو قال أحدهم مد باوحور ما لها رجي إلا ساكي سوى عرائي أباوحور أنا أظن أني غير التهيبه قالوا عرف رجع واسكال لابتين فما برحت مكاني ماشي ذي كما أنا نغاقن حتى رأيت فوارس رسول الله رسولك إلهي فردولي ذي وصهرس إلى نركي يتخللون شجر وقيدها نحذو ذا صوار حمرة قالوا عرف إذا أولوا محور ريا الأخرم الأسدي على إثره وحا دبص عد أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره وحا كشح قال المقداد من الأسود الكندي قالوا عرف أخذت بعنان الأخرم أخرم فرس فيه وتي وجان كيسي بان كعنت عن كوكب طيوري قالوا حرف ولو مدبرين مركي أركان فرس إن عن هلاي وجبين وعرمة تجا نكي لوها كوعير سنة دو فرس هلا عدو نولاني ملها قالوا قلت يا أخرم احذرهم اسكجر أن يريري لا يقتطعوك يسن كلك للنغنين حتى يلحق رسول الله سوق إلى يلوك أدبين وأصحاب صحابة ديساء انت عير ستو يسن كوكل يسن قال وحر يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أدي الله إيمان قيامة الرميسنت وتعلم وأدوكتهاي أن الجنة حق والنار حق
فلا تقل بيني وبين الشهادة أنا هي شهادة أنك لا تحقلين إيدي أفرس كيغا قال فخليته بس كده فالتقى هو عبد الرحمن سيدنيك عبد الرحمن هافود إصدارين قالوا وحيري فعقر بعبد الرحمن فرسه عبد الرحمن ننكي فرس كيسي أها أيو كبغون كوي يا سيدة سيلا نكي أخرمها عبد الرحمن كي قال كا فرس كيسي أيو بغون كوي وضعانه عبد الرحمن عبد الرحمن ننكي سحابي قاها أيو ديليو ورن أيو حبوق رفطي سحابي قمرك ما يشاس كل انتين فقتلوا ديلي وتحول على فرسي فرس كيسينا أسايا بكوري غيو كحاجتي ولحق أبو قتادة أبو قتادة كذبين فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن أبو كذبين منه فطعنه فقتله وادلي والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم طبيعتهم وان عير صدي أعدوا على رجلي لبدي ذا اللقود أنه كوردا حتى ما أرى ورائي إلى كذا الشيء ذا أن كواي من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولا غبار بور كذا الشيء أن وحبا عليه أن كعير سيدي بوهير وفرده بو كهر مره حتى يعدل قبل غروب الشمس وقرحة انت سنعين به وحي الله يحذين إلى شعب فيه ماء وحي الله يحذين والضب ورده ذو ذهو حوغا ملبي أي كجران أي الله يحذين ساكبونا عير سيكو صرب العوي يقال له ذو قرد بالديجر ليشربوا منه سيبي وعباه وهم عطاشوان وميهين فنظروا إلي أني إسواء أن أعدوا وراءهم أنه قداش وذا سور ده فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه عالكي أما ماشي بيها كعب الربين وانكعي ريب ويري فما ذاقوا منه قدرة ربع بيئة كما إيسان عبين وما إيسان ردامين قالوا وحر ويخرجون وبحايان يعني ويبحين فيشتدون في ثنية بور حقيت أي وعررين أو ملاها يسلين أدوغا بحصتين قالوا عرف أعدوا وكذا وردوا فألحقوا وحان كذا بتغي رجلا منهم فأسكه بسهم وحان كذا شيبوا يرقمون في نقض خطفه قرب كيس عرجو ديسة ينقمون كذا شيبوا يري قال قلت وحير خذها إيقا قبسوا أنا من الأكع واليوم يوم الرضع قالوا حرية تخيلته أمه ورمتكه إيدي قبل أنتيو أكوعه برة أكوعه بكرة ما أرورتي أكوعين دبت أجنابا قال قلت نعم ها يا عدو نفسي أكوعك بكرة أكوع عيساك أرورتك دبت أجنابا ويساك قالوا حوري وأردوا فرسين لبا فرس أي كعررين على ثانية ثانية لبا فرس وعررين فجئت بهما وانسوكحي أسوقوه ما نوكحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يستهن الدل وضع فرس أوهله أمو إذن كهراء قالوا روح الله حقني وحي قد من عامر بسطيحة نوحي قد وكين قربت أما سفرات فيه مضغة من لبن وعان برحه يخ أي كجرة وسطيحة فيها ما حغبي أي كجرانه فتوضأت وهو يسوس وشربت وعبي ثم أتيت رسول الله رسولك الله بأن أتي عليه الصلاة والسلام وهو على الماء سوى عيلك دل جوغة الذي عيلك حليتهم عنه أنك عيلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل قيلاس رسولك الله بأن لو ريغي وكل شيء وحو البر استنقذت من المشركين المشركين تان كفرتين وكل الرمحين وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل بس بلال باوحو قورعي وعو قورعي ناف أيو قورعي هلبو قورعي وقيلس كمي ذا الذي قيلس واستنقذت من القوم قال ذا أنك صفرتي وإذا هو يشوي للرسول رسول خلاب وحو عليه السلام وصلي من كبيدها بير كذا يو سناميا كرس كذا يوسو صلي يوسو رح ترجر معني قال قلت يا رسول الله خليني فانتخب من القوم يا ترجر رسول خلاب فراه إيقات فقعيدا كبقلن أنك حشو فأتبع القوم نمك أنك دبتقه نمك وجلعنيه هنا فلا يبقى منهم مخبر نين ورقي هلا وايو إلا قتلته إن اندلم وياه عد ورقي سبه لقا وايو قال وحرف ضحك رسول الله رسولك رو غسل عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام
نواجديسي نواجد مركه لغما ودو الكه دمبه او غوس دمبه كده لغما ودو انا بس اسمه غوس لجري عليه الصلاه والسلام مركه وحي انه دو دهي ضواحكته اي وحل ميده الى اي موقعه في ضوء النار دبك يفتين كيس وقت هبينا مرك فقال يا سلامة أتراك كنت فاعل ما قلت إن سيدا يلي لايت قلت نعم والذي أكرمك قال إنهم الآن يذا يقو هدا ليغرون في أرض قطفان وعد قالين أن ملك قطفان أها خيره يميله إذا قنان بإنت أتغين أي هدا ولا مرتقى له ولا سورة ما أنت نبي سورة الرأي قال فجاء رجل نبا من قطفان با يمده فقال نحر لهم فلان إنك إبل بهاب وحوق على جزور نفقي له فلما كشفوا جلدها مرقي مقار كي كرديغين ومقار بحيين رأوا غبارا بور بياركين فقالوا وحر أتاكم القوم ورنمينك وأن دوجوا غام بيدهين فخرجوا هاربين وابع عرغين وكعرغين فلما أصبحنا مركم وابرسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرصاننا اليوم أبو قتادة فردولي إذا ما أنت وحاوستي إنك أبو قتادة وخير رجالتنا رجى اللغين أنا وحاوستي ما أنت سلمة سلمة من الأكوع قالوا ثم أعطاني رسول الله سوك روحي عليه الصلاة والسلام سهمين سهم الفارسي وسهم الرجل أي سوك يدري فجمعهما لي جميعا لبدو سوك يدري ثم أردفني رسول الله سوك إلهي وراءه قداشي سيو سارع على العضباء راجعين إلى المدينة قال المدينة نقول الله وني قالوا عرف بينا نحن نصير ونقص عنا قال وحيري ننك اللي راسلما وكان الرجل من الأنصار بوحى لا يسبق مذا لقد يريني شدا أرض إن أرض بضنبوها وعدي أرض بحضاه كما يريني قال فجعل يقول وحى بالله إنه يراده ألا مسابق إلى المدينة مقال هذا المدينة إن إلى ترتمها مجرى إن اسكسوا بحيء أوليها هل من مسابق ورنين ترتم ديارها مجرى فجعل يعيد ذلك وحب الله من كسوع العليا قالوا عرف لما سمعت كلامه هذا الكيس مركان ما غلي قلت وحير أما تكرم كريما ورنين قيمة بدن ميادا قيمينين رقوا عدوا الباكول حجرته ميادا نين قيمة بدن هذا قيمينين رقم حاسو غبانين ولا تهابوا شريفا من شرف لنا هذا كبقين يا رجل إن كان ريا كجري قال وحر لا ميا إلا يكون رسول الله رسولك لهي مرخى الله يرهب عليه الصلاة والسلام لكن عتق له ويبقى بعديه كرتاي مجلسته قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فرها إيقات فليصابق الرجل منك أن لا تحتمه قال نبي وحر إن شئت ضربته قال قلت عار اذهب اليك دقاق مرت ارض وثنيت رجلي لبدي لغود بان لاباي بو يري وحو يري فطفرت وان بوذي فعدوت واردي قال فربطت عليه وحان اغو نستي بو يري شرفا هل شرف او شرفين اما لبا شرف يعني اغو نستيو عن الملتاقة يعني حواء استاقي نصيحة معنى دينو حورت هذه معه حاجة مر كان أرضي بان وحام ملاو حسي رخصة مع وقت دبتك تاع عبار بان ويستعجي بوير وسي أردة عندنا مر لو هذا إنتان كده بت أنا كده بترى بان ويستعجي بوير عندنا وسي عرر إنتاس مر كلام مر بو يستعجي أستبقي نفسي نفتي إذا أنا خيابنا بوير ثم عدوت في إثري رات كيس دبديس بان دبا أرضيه فربطت عليه وحا أن أقول نستيب شرفا أو شرفين ثم إني رفعت أرتكبا ثيب بذيي حتى ألحقه إلى أن كدبتغي حتى ألحقه إلى أن كدبتغو قال فأسوق بين كتفيه لابد قربين تقول حيسا أي أن كدر باحي قال قلت وحا قد سبقت والو قدافي والله قال وحر أنا أظن أن ألفتغي وإلتها قال فسبقت إلى المدينة أيان وأن ضعفي بوير وكورد بدي قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال سد حبين بان بجوغني حتى خرجنا إلى خيبر بان بأدني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عرف جعل عمي عامر يرتجز بالقوم
ومحو لا يتالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ربي وضيق هذا ما استغنينا كما مارنا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر الله غفر لك ربك. نبقى أدعي عليه الصلاة والسلام. قال: وحر ما استغفر رسول الله رسول إلهي أم الدعي لإنسان يخصه سجارة إلا استشهد أو إلا استشهد وشهيد جري. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له صو أو ركيس سارا: يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. عامر محدنا هو كاذب ويسوى محدا دوم دعاي شيء إلا إن جريدي سسودك دقيه. قال: وعرف ما فلما قدمنا خيبرة قال: خرج مليكم ننكي مدحضها هوا صوبحو مرحب بلده جري يخطر بسيفه سيفتي ساه أيوك الخلا ويقول أحليها: قد علمت خيبر خيبر وأكتهاي أني مرحب مرحب إنا نهاي شاك السلاح هبكي سأولن يهاي بطل قيس سوم جيستاه مجرب الله هو خيبر ويتقانا. إذا الحروب دقالده أقبلت مرخي تمات تلهب إيده العين قال لي قانا. قال وحر وبرز له حوصى بنبحي عمي عامر فقال وحر: قد علمت خيبر أني عامر إن عامر أي خيبر وأي أكتهاي شاك السلاح هبكي سودن يهاي بدل قيس سوم جيستاه مغامر ونفتي سكو قمارا وقال معنا وحكم هذا ميل والبقلاء. قالوا عرف اختلف ضربتين لبا اي اسداف صدين وكنا والغول افتي كنا والغول افتي سيف بالغول افتي عامر مرحبنا سيف بالغول افتي فوقع سيف مرحب وقود عذا في ترس عامر سيف كي وقصوا قاني قاشان بو يسغل لغي وذهب عامر عامر وحو يسكد يسفل له انو حقه سيف وقال افتا لقت اي بوذة اي إنه أقرب فتاه، فرجع سيفه سيفتي سبا وقص على نفسه سقه، فقطع أكحله البوله لقته أيوكوي، فكانت فيها نفسه أرنتها دردد بمرك أول انتي عامر رضي الله عنه. قال سلم وحر فخرجت وصبعي فإذا نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون وحلي بطل عمل عامر نكي عامرها عمل كيسي وبربري قتل النفس وسائس دلي. قال فاتيت النبي نبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي أنا أين هو فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك ويا ساسري؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك عدي سداتري ويا خلدنتاي بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي النبي علي بو يدري وهو أرمت دف بو قبا فقال وحر النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده أنا أقعنتها هاية وهنجينا بانكينو وهو أرمت حتى أتيت به رسول الله رسول كنا بانكين عليه الصلاة والسلام وبصق في عينيه لوذين رضبه وغطفه فبرع وبقصده وأعطاه الراية النبي وحولي بعلنكي وخرج مرحب مرحبا صباح. فقال وحر: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي وحر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة أنا الذي أنو وحانا هينك سمتني أمي هو يدي أولا بحذي حيدر أولا بحذي حيدر اللي بح كليث غابات كينتا لباح حيدر أو كالي لباح كينتا كجرة أي الله مدعي كريه المنظرة أو أرختدي سددك إن عبيه سددك مجعلا وفيهم وحان ددك أولا ميسترا بالساع سوسك وأبوحيا كي لسندرة كبدي سندرة لديه جيري سي وحو بيغي جيرت ايام حوق بيغا هو سوس او كلا دي من مصي او دا مايستراه ويري. قال فضرب راسا مرحب مرحب ومدح كل فطي فقتله وادلي ثم كان الفتح على يديه بوشي سقا كاني علي رضي الله عنه.
قال إبراهيم وحو يري حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. إبراهيم كان ما لا يقانا وأرضي مسلم ابن الحجاج أبو سفيان مركبوا حربا سند عالي إنو هايستين وكوشة سند كعالية هدو مسلم صومري لها سن عالي وكمان نقضين وحقوق صدع عمر. محمد بن يحيى قال حدثنا عبد السلام بن عبد الوارث عن عكرمة. عكرمة مسو كتر سنة عمر كاد الله بو كتر سنة صوما عكرمة بن عمار مسلم من مسو كتر سنة مسلم لبو كتر سنة سوما لبو كتر سنة ومرنا ويحيو حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم مرنا ويحيو إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة لبو كتر سنة هدي مرك طريقة مسلم وصومر إلى سدح أبو كتر سنة لها لكن دل أبو كتر سنة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا نضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك ان 80 رجلا من اهل مكه هبطوا على رسول الله اي كسو دادعين من جبل التنعيم اي كسو دادعين متصلحين اي هبيسن يريدون الربا غره النبي نبي غني قادان عليه الصلاه والسلام واصحابه فاخذهم نبي سلمان نبي وحو قانت كدغاي اذا دغالو سندعين قال هريري رب فاستحياهم نبي واسخسي الداي نولشود وداي استحيا معنى نولول وداي فانزل الله عز وجل وهو الذي كف ايديهم عنكم ايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلم عن ثابت عن انس ان ام سليم اتخذت يوم حنين مال في حنين خنجرا توري اي سميستي كان معه وهيستي فرآها أبو طلحة أبو طلحة أركوه فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته وحان أصميستي عندنا مني أحد من المشركين المشركين كمذا دو يسو دواده وغرت به بدنا من على وشيسا أن قد اللاعيه. فجعل رسول الله وحب الله عليه الصلاه والسلام يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك. وعيت رسولك الله يوم رجع نجدا بيا او عرري ونمك الطلقاء ها رسولك الله يوكو هل الله يوم حي لي عيدا كيبي عبسيان وجبك ايضا كاني طلقاءنا وعدتك نبي مغالبا مكملك ويمدوا يذهبوا فانتم الطلقاء وفسحنتهم مرقوعة الرقوة إن الله يا خفيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن إلهي بان كافي أيو إلهي بان غفلنا هذه. قال رحمه الله وعدد محمد الحاتم قال عدنا بهز وقال عدنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. قال رحمه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليم عن ثابت عن أنس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم مسلم بودلان كدغال كوكا حينجري والنسوة من الأنصار معه إذا غزا ومحيس مينجري فيسقين الماء إذا كي بها ورابي جرين ويداوين الجرحى داوعنا وداوي جرين دقاتير بها قال رحمه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد إن هزم الناس ضد بجرم إن هزم الناس من الناس ضد كبيك جبين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه النبي نبي غورتي سوتاغنا عليه الصلاة والسلام مجوب عليه بحجفة نبي غورتي وحكو صدعه أغا آديي مجوب معناه ذو حيث نبي غورتي آديي حجفة داس قاشان ووحي لصوته وقال لي جاي قال وكان ابو طلحه رجلا راميا نم شيش كي قانوها شديد النزع وجيد دي سوى درنت هاي نزع معناه روح يا هاي مرخي لتورا قمون كمرخي لتورا من فلارت مرخي لتورا قانسد على غير سوما
حسد وحي وبهنت إن لجيد حرق هذا لكن إن حقل وحرق سفي عن الجيد يقانا أيوه. وكسر يومئذ مالك وحو جبي قوسين لبقانس أو ثلاث بوجبي. قال فكان الرجل يمر معه الجعبة نبي نبا سومر جر أو قنح بوتيو ومن النبل فلارع ضمونا جعبة وحل إذا نبت فلارع وغشته فيقول وحول جر انظرها لأبي طلحة وربو طلحة ودادي. قال ويشرف النبي الله نبي الله وهو انطلع عليه الصلاة والسلام ينظر إلى القوم برقين وعيقه فيقول أبو طلحة أبو طلحة وحكير يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم اللي يبقي فلا رأي صوت رايان يسن قودعين نحري دون نحرك نفتي إذا أي نفت هذا كهر الرئيس نفتي إذا أي نفت هذا سيأنو بدبادي معنا وحكي لصوت رايان ونقاوايا. قال ولقد رأيت وحن أخي عائشة بنت أبي بكر أم سليم وإنهما لمشمرتان لمشمرتان لبذودة ومريه كرحيتي أرى وحن أخي خدم سوقهما شنشوي كودة خلخالك أحرنا يعني أركبوا لتنقلان القرب وحيسو قاذاين القرب وذامو على متونهما دبر كودي كسو قاذاين ثم تفرغانه وحي كشبايان في أفواههم عيداً كأفقودة وعيداً داوعة ولقيا بمديك بحي ثم ترجعان واللابان فتملآنها وصوب حنايان ثم تجيان وإيمانايان وتفرغان في أفواه القوم ولقد وقع السيف معنى إذا مركوا حيتهاي رقيا دمر با الله ما كالهارين ولقد وقع السيف وسيف تبا وحي قد عذمية دي أبي طلحة إما مرتين إلا أمر وإما ثلاثة من النعاس مركو عقود ردتك المؤمنين تها وإلهي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال الرحيم حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنة وقال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن النجدة يمكن نجدة لديه جري نجدة الحروري وأن خوارج ده كترسان كتب إلى ابن عباس يسأله أسوه ويدنا عن خمس خلال شن الرموت. فقال ابن عباس أحوري لولا أن أكتم علما علمي إن قريها دانك بقي ما كتبت ليوم الجوابين. كتب إليه نجد وحوص وقري أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله رسولك إلهي مها عليه الصلاة والسلام يغزو بالنساء مركو دولانك هذا دمركم الراعي جرين وهل كان يضرب لهم بسهم مركي غنيما لها لنا سيدا حقا انت كسو آد إن لم يدم أيغن لسين جري وهل كان يقتل السبيان نبو عرورت يركا وقال هذا من لي جري ومتى ينقضي يتم اليتيم قفكها دو أغوني هاي أغوني مذي سوغار ميدا ماتا وعن الخمس لمن هو خمس كان ياسكالي خمس قالوا بيت ياسكالي. فكتب إلي ابن عباس كتبت واحد صوقرت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى داوعى يداوجرين ويحذين من الغنيمة غنيمة ذنا وحبال قسين جري لكن قدر معين ما لها يعني أنت رجع لسيو أو كلا مر البقصة ما هي إلا سيه نبي أنت مركز وقرت أي سين جري. وأما بسهم سهم مية يعني قيبت رجع كسو هذه هو كلا مية فلم يضرب لهن نبي وموسى جان كوين عليه الصلاة والسلام. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يقتل السبيان فلا تقتل السبيان فلا تقتل السبيان عرفتها اللين أدو. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته كرك أي أصابحة وإنه لضعيف الأخذ لنفسي نفتيسة وحوصه قادة إذو إليتان ضعيف العطاء منها نفتك قادة وقادة إليتان. فإذا أخذ لنفسه نفسه سدوس وقاضه من صالح ما يأخذ الناس ودتك سجل من ذبحه سواء قاضنا يا رحلم إذا فغضب عنه اليتم يتيم نمد وكبحه ومحول الجيدة أنه قد أقول يا هاي مركة أوقان قارو أوشن يتمن سنة أوجيرو أقول نمد وكبحه وحي حوال الله يا لودي وما أهارنت إن دسكلي يكون محرن الله بشي يكون حرنت هاي وإن أوقان قارو سيدو كلمة إنه راشد يا هاي راشد معنى دوام هاي حوالا انت اللو ديبا وحالي لا سوق وحكسو ايبي
ama xoolo inta loo dhiibo waxa suuqan geeyo soo iibi lacag inta loo dhiibo wax leh badeecad soo gad inta suuqa ay ka joogti wax ka aqdo haduu ku keeno waa run yahay alaab ama badeecad inta loo dhiibo wax leh suuqa geeyo soo iibi hadii marka inta ay suuqa ka joogto iyo wax u dhawdho haduu ku soo iibiyo aniga marka waa run yahay xoolisi waa loo dhiibi karaa taas ku wada macna وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول وحان أنه هيسنا هو لنا أنه إنا لنا أهل بيتك فأبى علينا قومنا قال ذي نين ونودي ذين وآها قال ذي نينك بنو أمي يلا ديه جري ونودي ذين بوية قال رحمة حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن نبي عن يزيد بن هرمز أن النجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن الغير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل السبيان فلا تقتل السبيان عرورتها اللين نذيقه إلا أن تكون تعلم من ذوقت ما علم الخضر من السبي وحي أوكوغا ذي خضر سبيغي الذي قتل أود لي وحي أوكوغا ذي إن ذوحي كوكتاي ونماني وحي نموغت عرورت ملك أمان سيوا وزاد إسحاق في حديث عن حاتم أن تكون تعلم ما علم الخضر من السبي الذي قتل وزاد إسحاق في حديث عن عتم وتميز المؤمن مؤمنك أتصوعي كرتو فتقتل الكافر وتدع المؤمن عرو طيار الكاديس إذا ستكون غان كرتو مرخص وديل كرتا لكن مو غان كرتت أما سيوي معنى ذلك قال رحمه حدثنا ابن أبي عمر قال عبدنا سفيان عن إسماعيل بن مية عن سعيد المغبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب النجد ابن عامر الحروري الى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنمة غني ماذا خصوا قيب كلا هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عن اليتم وعن ذوي الغربة منهم فقال لي يزيد عقير اكتب إليه وراغد أقر فلولا أن يقع في حموقة عسنمة إنه قرع هدان كبقين ما كتبت لهم أقرين وهذا هدي أن اسكده يوحل غيابا عرفت اللين تودا إنه اسك حلاليستو اكتب حاد قرطا إنك كنت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا حقا إن يخلص يماه وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منه ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد إمام الفي عن الوأرق ويؤنس منه الوأرق رشد توصنان إمام الفي عن وكتبت تسألني عن ذوي القربى منهم وإنا زعمنا نوعا وحان شاغني أنهم إننا نغناي فأبى علينا قومنا قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سيرين العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة الى ابن عباس وساق الحديث بمثله قال ابو اسحاق يا وايه ابراهيم بن سفيان حدثني عبد الرحمن بن بشير حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله عن السن العالي واسلام خان قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير عن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حوى حدثني محمد بن حاتم ولفظ له قال حدثنا باز قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة الى نجدة ابن عامر الى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس قب جوبان وحين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا ان ارده الى ان كهر جوكسده عن نتن حمان يقع فيه وقدعه حديثنا هين ما كتبت إليهما جوابين ولا نعمة عين لهنا وما قبوجينه كما أنا فرحيان قال فكتب إليه إنك سألت عن سامي ذوي الغربة الذي ذكر الله منهم وإنا كنا نرى قرابة رسول الله أنه قرابة النبي هدانا هم نحن إنا نغنى إيانا من سنهي فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح مركو قنقاره وأونس منه رشد ونعقنا الواركو ودفع إليه مال حوليس اللوليو فقد انقضى يتمه يتيم نمدي سوى دماته لكن دفع إليه ماله عن هذا حتى انت اسمرك لبضاس الواركو حوليس اللوليو يتيم نمدي نوع دماته
ilaa dafcul maali ilayhi waxay tusinaa inuu agoonnimadii ka baxay وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون إن أتيما أنا تعلم منهم علم القدر من الغلام الذي قتل وسألت عن المرة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس دقالك فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذي من غنائم القوم قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أسامة قال حدثنا زيد قال حدثنا سليمان العمش عن المختار ابن سيفين عن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.